خامس دورة لمهرجان الجونة السينمائي واللي بيتعمل تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الصحة والسكان والمركز المصري للسينما. قبل ما نبتدي خلينا من فضلكم نقف لسماع النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. للجميع. النهارده انا بتشرف جدا ان انا موجوده معاكم هنا في مدينه الجونه الجميله المحببه جدا لقلبي، لكن احنا ما نقدرش نبتدي المهرجان بتاعنا قبل ما نقول على الحدث المؤسف اللي حصل النهارده الصبح، حريقه صغيره واتطفت واتلمت الحمد لله بدون خسائر، بس عايزين نطمن باشمهندس سميح اللي شكلها ما كانتش صغيره قوي ولا حاجه، سمعت كلام، فمن فضلك يا باشمهندس لو تقدر تطمنا. صغيرة الميكروفون اشتغل الحمد لله. انا بضحك بس من كلمة صغيرة، انا شخصيا ما شفتش حريقة كبيرة كده في حياتي يعني. بس هو اللي كويس ان هي الحمد لله جت في المنطقة بتاعت الركن بتاع المنطقة اللي هيبقى فيها الاحتفال بعد المهرجان، فعاليات المهرجان، وربنا ستر ان ما حصلش حاجة في المكان الاساسي اللي هو فيه السينما بتاعت العرض والكراسي والكاميرات وكل السماعات وكده. يعني هو اللي هيتضرروا بس الفي اي بي هيضطروا يقعدوا على نفس الليفل مع باقي الناس، فيعني متهيأليش ان دي مشكلة كبيرة يعني. انما غير كده الشباب عندنا الحمد لله كله يعني قام بالواجب وزيادة، والحمد لله كمان ان يعني بجد امن الغردقة مدير الامن بنفسه جه وبعتنا كل عربيات المطافي المتاحة، واتلم الموضوع في يعني فترة وجيزة، ولو حد معدي دلوقتي هيلاقي السقالات معمولة عشان ان شاء الله وده استحالة طبعا، بس يعني لو حد ما شافش حاجة على السوشيال ميديا هيجي بكرة مش هيعرف ان كان في حريقة ان شاء الله. ان شاء الله فبطمنكم لكل تمام. الحمد لله. عايزين نشكر كل اللي ساعدونا على اطفاء الحريق واحتواء الموقف، شكرا للحماية المدنية بالبحر الاحمر، شكرا لمديرية امن البحر الاحمر، وشكرا للسادة النيابة العامة المتمثلة في النائب العام، مرسي جدا. وانا من العمل معاكم جميعا فترة طويلة بدل ما حصلش اي خسائر في الارواح، كله ملموم الحمد لله. لا انا حتى لما قالوا لي لا ما حصلش حاجه خالص وحاجات بسيطه وكله تمام قلقت، فروحت بنفسي المستشفى عشان اطمن ان مش مجرد حد بيطمني يعني، والحمد لله فعلا كلها يعني كلهم كويسين، كل سلمت عليهم كلهم صحصحين وبياخدوا دوز اكسجين كده عشان يعوضوا الدخان اللي خدوه، وان شاء الله كلهم هيكونوا يروحوا يا بيروحوا دلوقتي الحمد لله. ابتدي بقى الكلام الحلو، برحب بيكم تاني هنا في الجونه. الجونة غيرت مفهوم السياحة في مصر وقدمت نموذج موازي للعيشة في مصر بحرية والعمل بطريقة مختلفة كل الاختلاف، والنهاردة الجونة بيشرفها ان هي تكمل المسيرة بتاعتها وتقدم دورها الثقافي الفني في مصر. طبعا مصر ممكن نقول مش محتاجة الجونة، مصر طول عمرها ريادة في المجال الفني في الغنى في الأفلام في كل حاجة، لكن السيدات والسادة المحترمين جدا اللي قاعدين على المنصة هنا النهاردة هم بالفعل سهمهم في إعادة الريادة المصرية لمجال الفنون والسينما بالذات. طبعا
خلينا قبل ما نقدم المهرجان في دورته الخامسة نشوف فيلم صغير بيحكي عن حكاية الأربع سنين اللي فاتوا ونفرح كده شوية بنفسنا. تفضل. السينما مش أحلى منها، ناس كتير قوي بتستنى الحدث ده لأنه بيعمل صناعة الفرح. It is so wonderful to be here. شكرا للسينما اللي بتوصل رسالتنا. That's the beauty of cinema, that can bring people together. مهرجان الجونة أصبح وجهة عالمية لمصر. يا عيني يا سيدي على الأيام كله بيحلم سقفة 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 نستاهل بوصة قهوة سقفة هي مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانة وسمعاكي أهم ميزة بأي مهرجان طموح انه يتصاعد واحنا منذ الدورة الاولى بنقدم دورة افضل من دورة اخرى. The reason why you make films to communicate with people. هو ده المهرجان، انا شايف فرحة في كل الوجوه، شايف ناس عارفة يعني ايه السينما. انا مستكفي باللي انا شفته في اول اديشن بصراحة، شيء جميل. المشروع ابتدى بفكره وحلم وبقي واقع وبقي ليه استمراريه. احنا بنينا فاندمنتالز بقت ثابته قدرت تقوم المهرجان ده في الظروف دي. عيون العالم كلها بصلنا طب هتقدروا تعملوها ولا لا. اهم حاجه ان احنا نقدر نوري مهرجان زي مهرجان الجونة السينمائي كدعم للصناعه زينا زي اي حد في العالم نقدر نحقق ان احنا نعمل مهرجان زي ده. شاهدنا أفلام، حضرنا ندوات لفنانين وخبراء من خلال منصة ومنطلق الجونة السينمائي سيني جونة. دعم الشباب بيجي بشكل كبير جدا من خلال منصة الجونة السينمائية اللي بتساعد صناع السينما يكملوا أفلامهم. أول يوم سيني جونة You come to festivals like this where people are sharing their stories and you realize that we have a lot more in common than we're often led to believe. Celebration of cinema for humanity. إلى دورة خامسة قوية ثابتة. عادة ما بحبش الكلام الكبير ومكتوب في الورق إن دي رحلة نجاح، بس هي بالفعل رحلة نجاح. يعني إحنا لينا الحق إن إحنا نفخر جدا ونفرح بنفسنا جدا 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 الحمد لله. شرف لينا ان احنا نرحب بيكم جميعا في الدورة الخامسة. المهرجان ليه شركاء كتير ومبادرات مؤثرة جدا. النهاردة احنا بنحتفل بخامس دورة، بنبتدي خامس دورة فيها افلام من افضل الافلام اللي في العالم. بنحتفل بخامس دورة فيها منصة الجونة السينمائية بيستفيد بيها صناع السينما والمفكرين والشباب وكل الناس اللي عايزة تشترك في نقاشات وحوارات مثمرة جدا وملهمة جدا. خمس سنوات من الاحتفال بالإنسانية في جائزة الجمهور سينما من أجل الإنسانية، وجائزة جديدة هنعلن عنها النهاردة في المؤتمر الصحفي. خمس سنوات من أماكن جميلة جدا زي اللي حصل له حادثة النهاردة بسيطة واتلمت. خمس سنوات من أماكن الفريدة اللي بتعكس المكان اللي احنا فيه والحدث المهم اللي احنا مشتركين فيه وهنستمر فيه إن شاء الله. أحلى حاجة إن مهرجان الجونة أصبح مرادف للحدث الفني الثقافي الأنيق اللي كلنا بنستناه من السنة للسنة، وحلم وفعلا بقى حقيقة، والسبب فيه السيدات والسادة اللي قاعدين على المنصة دي
وانتوا طبعا كلكم يا بشرة مظبوط والناس كلها اللي كان عندها الروح والحب والتيم كله اللي عمل كل ده. والنهاردة على طول من غير ما اتكلم كتير هنقدم البانل المحترم جدا اللي عندنا علشان نبتدي الأسئلة بتاعتنا. هنقدم المهندس سميح سويرس مؤسس مدينة الجونة والراعي الرسمي للمهرجان ورئيس إدارة شركة أوراسكوم القبضة، والمهندس نجيب سويرس مؤسس المهرجان، والمهندس عمر الحمامسي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم القبضة للتنمية برفقة الفنانة الكبيرة حبيبة الكل يسرى عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان، وأيضا السيد عمرو منسي مؤسس المشارك للمهرجان، والطاقم الفني السيد انتشال التميمي مدير المهرجان، الفنانة بشرة رزة المؤسسة المشارك للمهرجان ورئيس العمليات، وأمل المصري السيد أمل المصري المدير التنفيذي للمهرجان، والسيد أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان. خلونا نبتدي أسئلتنا النهاردة. هبتدي مع المهندس نجيب. باشمهندس نجيب، هل كنت متخيل لما حد قالك أول مرة إن إحنا هنعمل مهرجان الجونة إن المهرجان هيوصل اللي إحنا فيه النهاردة؟ هي يعني مش عارف الإجابة هنا تكون بلأ أو آه، لأن أنا مش غرور يعني، بس أنا ما بحط حاجة في دماغي دايما بحاول أعملها على أحسن وجه. لكن الأساس كله إن ربنا وفقنا في التيم اللي جه، يعني ممكن أحكي بسرعة كده. فهي مجموعة جت بشرة وكمال ومحمد خضر، نقولي على المركب كده في يوم جمعة كده، كانت انت لسه ما ظهرتش بص ليش يا اخوي. فجوم قالوا ايه رأيك انت، احنا عارفين انت بتحب السينما وبتاع كده، ايه رأيك نعمل مهرجان سينما في الجونة؟ طبعا قلت لهم الجونة دي تبع سميح، فخلينا نخلي سميح ده نشوف في الاخر هيقول ايه يعني. بس ان كان على السينما انا بحب السينما قوي، فكرة هايلة وكده وبتاع كده، بس انا ليا طلب يعني. فقالوا ايه، قلت ما انا اعرف، شفت عمرو كان بيودب طولت سكواش ولقيت ولد صغير في سن كده بس يعني بصراحه منظم وعم بتنظم تنظيم هايل وعنده قدره على كسب ثقه الناس بسهوله كده ويستحقها، فمش ان هو يعني بيكسبها بسهوله لكن عن استحقاق. قلت له انا عايز حد بس ابقى انا عارف انه عنده قدره تنظيميه قويه عشان ما احطش اسمنا على حاجه والحاجه، ولازم نجيب حد يكون يعني عنده اكسبيرينس في مساله المهرجانات دي وكده. فبشرى قالت لي بص، كان في انتشال كان بيشتغل في مهرجان ابو ظبي وكده وبتاع، فقلت لها لا انا لازم اشوفه قبله. فانا كنت بروح كل سنه بروح مهرجان كان، فوضبت لي اجتماع مع انتشال. انتشال بقى على المركب عندي في كان، انا تخلي كده لقيت راجل كده هادي قوي وساكت قوي وبتاع، قلت مش عارف بقى الراجل ده يعني شكله شو اللي هيعرف يعمل يعني مهرجان كده، شكله مؤدب قوي ومنظم كده وبتاع. انا قعدت اتكلم معاه محترم، لقيت طبعا العمق كله في الهدوء اللي انتوا بتشوفوه هنا وكده، وهو يعني من غير ما يزعل هو مش هو قليل الكلام بس كبير في المفهوميه وفي الخبره وعاشق للسينما زيه زي، فاكتشفنا ان العشق ده متكامل. فانا قلت دي اهم حاجه، ما خدناش نص ساعه مع بعض اتفقنا، هو زي كده بيقرر بسرعه وبكده، فقررنا فاكتمل التيم بقى. طبعا بعد ما اكتمل التيم رحت لسميح على عكس توقعاتي، قال لي لا فكره كويسه وبتاع وكده. اصل احنا كنا عمرنا ما بنعرف نشتغل سوا يعني، فكان ده اول مره في حياتنا نعمل حاجه سوا، واخد بالك؟ فكنت انا شايل حاطط ايدي على قلبي يعني، لكن ربنا ايه سهل وعجبته الفكره. وبعدين عايز اقول لك ان السنه الاولى بتاعت المهرجان دي يعني من بحاول الاقي كلمه صح يعني من اجمل يعني من اجمل سنين حياتي يعني. الله صح، هو ده الحلم. وانبسطنا انبساط في السنه دي غير طبيعي، حتى الاغنيه اللي طلعت اللي هي ثلاث دقات وطلعت عفوائيه كده وطلعت في نفس المهرجان، وكل الناس اللي جت، والمفاجاه الكبيره كانت ازاي الجوده في كل حاجه يعني، وكان ربنا حاطط ايده في الموضوع كده وطلعت سنه يعني. وبالفعل هو السنه الاولانيه حطت المهرجان على الطريق الصحيح، وبينا بنفتقد يعني كل سنه ما بنجود بس بنفتقد يعني ازاي اللي هو السنسيشن بتاع اول سنه ده، لان انت في فرق انك تعملي حاجه نجحت وتكملي نجاحها، في فرق في المرحله في المره الاولانيه لما
تتفاجئ بالنجاح ده كله. الأولانية ليها طبعا حلاوة، بس الشطارة بقى في الاستمرارية. لا ما طبعا طبعا. فالحقيقة يعني أدي القصة والحمد لله يعني زي ما أنتوا شايفين. يا باشمهندس، باشمهندس سميح، أنت ابتديت المشروع ده على يدنا. مش عايز أكبر من نفسي أنا، من القدماء. لا من القدماء للأسف. بس شفنا يعني شفنا المشروع بيحصل خطوة بخطوة بخطوة عشان تعمل حاجة سياحية غير تقليدية، وسموها الجونة ما تقولوش الغردقة عشان الجونة تتشهر وتبقى وجهة سياحية. كان في مخك أن أنت توصل بيها لكمان وجهة فنية وثقافية، ويبقى فيه يسرة، ويبقى فيه أنت يعني كنت ازاي وصلت لكده؟ لا طبعا، وانا لما هقول لما جيت هنا من 32 سنه كنت حتى هتخيل اي حاجه من اللي موجوده النهارده. كنت زماني لو انا حاسس ان هو ده اللي لازم يحصل ما كنتش عملت المشروع اصلا يعني، لانها كده هتبقى فكره مجنونه زياده عن اللزوم يعني، وبالذات وقتها وانا لا بفهم في ولا حاجه من الحاجه دي، ولا في السياحه ولا في الفندقه ولا في الانشاءات. انا مهندس ميكانيكا اصلا يعني، انما انا كان تخيلي انها تبقى حاجه اصغر في الميكانيكا يعني. مهندس نجيب انت اتكلمت خلاص، سيب معلش خليه فضفض خليه. لا بس هو طبعا الصبر، ولما الواحد يبقى مش متسربع ويبقى حاطط فعلا مجهود في اي حاجه يعني، ربنا بيوفق الناس اللي هي بيبقى نيتها سليمه كده وبتشتغل ومش متسربعه يعني. هو دي اهم حاجه. والحاجه الثانيه طبعا حب الناس، لان انت ما فيش حاجه زي دي ممكن تتعمل لوحدك. فيعني انا حتى النهارده شفت الاولاد اللي هم اتعوروا في يعني اللي خدوا قصدي دخان وكده، دول داخلين عايزين يطفوا النار بايديهم من كتر ما هم حاسين بانتماء للمكان. فهم دول الناس اللي بيبنوا للمكان يعني في النهايه، مش ان انا اجيب طوبه ورا طوبه يعني. مظبوط. وبالنسبة لل يعني، هو ده حتى اللي بيخلي الجهات نفسها يعني تقف معنا يعني. مثلا المحافظ أول ما قامت الحريق على طول كلمني قال لي بحتاج أي حاجة، مدير الأمن جيب نفسه، وزارة الصحة الحمد لله هم دولة الدعم الأساسي بتاعنا، بالذات بعد تجربة السنة اللي فاتت. لولا وزيرة الصحة عندها برضو الحب أنها تنجح موضوع بيفيد البلد كانت اسهل ما عليها تقول لا ده خطر وكورونا وبتاع ما كناش عملناه. ولعلمك احنا مهرجان الجونه بغض النظر عنها دي مصر ومش مثلا على خريطه العالم في السينما وكده، كانت سبب اساسي ان مهرجانات كتيره من المهرجانات العالميه اتعملت، لان الناس شافت ان لا السوشيال ميديا عملوا لنا مثلا مهرجان ازاي ومش ازاي، ولا ان الناس ما جاتش، ولا ان الناس عيت ولا حاجه. فالناس كتيره في فينيس مثلا كان من ضمن اسباب ان هم كملوا ولغوا فكره الفيرتشوال السنه دي، ان شافوا ان في مهرجان زي مهرجان الجونه اتعمل ونجح وتوضب كويس. فيعني هو دوت قصتنا. احنا قلبنا جامد ومعانا ربنا الحمد لله. الحمد لله. يسرى. ايه يا حبيبتي؟ انت اللي حبيبتي. مهرجان الجونه، مهرجان الجونه اللي انت اشتغلتي فيه من الاول خالص، ازاي ساهم في تطوير صناعه السينما؟ بصي، هو فتح مجال كبير جدا جدا لأفلام كتيرة تيجي، وبقى عندك فرايتي، مهرجان القاهرة، مهرجان الجونة، مهرجان شرم الشيخ. بس الجونة ليه طعم مختلف خالص وليه إحساس مختلف خالص. ليه بقى؟ إيه الحكاية؟ كل حاجة هنا عندك مختلفة، كل شيء هنا شيء مختلف، ومختلف على الحلو على الجمال. إن يعني في ناس ما كانتش تعرف المنطقة دي خالص عندنا، لما تشافت من أول سنة قالوا طب احنا عايزين نيجي، طب احنا عايزين نشوف، طب بقى في حتة موتيف كبير جدا جدا ان هم ييجوا ويشوفوا مصر بقى بجمالها في كل ناحية، مش بس الأهرامات، مش بس يعني مش الفكرة اللي متاخدة عن مصر ان ما عندكيش مكان على بحر بالطريقة دي، بالجمال ده، بالحرية دي، بالكواليتي اوف لايف. في هنا كواليتي اوف لايف مختلفة. عمر بيه الحمامسي، شركة أوراسكوم شركة ليها حضور قوي جدا في المهرجان، ممكن تقولنا الإجراءات اللي انتوا بتعملوها علشان تقوموا المهرجان بشكل ناجح، والإجراءات اللي عملتوها عشان موضوع كورونا؟ احنا السنة دي طبعا تاني سنة نعمل المهرجان في فترة الكورونا اللي احنا فيها.
فالسنة دي برضو نفس الإجراءات اللي أخذناها السنة اللي فاتت وأكتر حتى عشان النهاردة في لقاح. فأولا كذا حاجة، السنة التانية الفعاليات بتاعت المهرجان كلها هتكون في المركز، مركز الجونة للمؤتمرات، فده هتكون حاجة كويسة لأنها دايما في المفتوح، وإن شاء الله زي ما المهندس سميح قال إحنا شغالين دلوقتي عشان نرجعها بالضبط على شكلها اللي كانت عليه النهاردة الصبح. الحاجة التانية إنه كل الزائرين يا إما عندهم واخدين لقاح كورونا يا إما في بي سي آر تيستس بنعملهم، ووزارة الصحة والسكان دعمانا دعم تام بوجود فرق عندها للقاح اللي هو في الجرعة الواحدة وجاهزين للجميع الزوار اللي جاي لنا. النقطة الثالثة إن كل الناس اللي شغالة عندنا في الفنادق وفي فعاليات المهرجان وفي مدينة الجونة عامة كلهم واخدين اللقاح، فإحنا جاهزين تماما، وبمساعدة فعلا وزارة الصحة إن شاء الله السنة دي هتكون سنة ممتازة جدا من ناحية الصحية ومن ناحية من ناحية الصحية. ميرسي جدا جدا، إن شاء الله تكون ممتازة من جميع النواحي. عمرو بيه الشاطر الرياضي اللي مخه منظم وكل حاجة، بص حواليك كده قول لي إحساسك إيه النهاردة؟ والله أنا وأنا بتفرج على الفيديو حسيت بالليجاسي، عملنا حاجة حلوة وكبيرة قوي، بالليجاسي لأنه إن نوصل للسنة الخامسة وإن ده يبتدي from scratch بكل أفكار جديدة وتيم جديد وحلم، فإحساس بفخر وإحساس بشكر لكل الناس اللي وقفت جنبنا من أول سنة. بداية كمان اللي أنا عايز أشكرهم حقيقي اللجنة الاستشارية وكلهم والفنانة يسرى، لأن هي كانت من بداية الناس اللي وقفت جنب المهرجان ودعمته من أول ما كانت مجرد فكرة وآراء وأفكار، وكل الرعاة اللي بيتهيألي المهرجان ثبت ووقف على أيديه بيهم من بعد ما كانوا معانا. هو وقف على رجلي يا عمرو، على لو على أيديه بقى بهلوان وحياتك على الاثنين، انت قلت ايديه والله ايديه ورجليه ولا تزعل. والتيم اللي هو أنا بيتهيألي المهرجان الجونة كان أول من قدم لمصر فريق مهرجانات، إنه ابتدى بمهرجان الجونة وابتدى يتنقل لمهرجانات أخرى كتير، فحقيقي احنا كلنا اعتقد شعورين بالفخر اللي الواحد حاسس بيه بعد الفيديو اللي شفناه، وبنشكر كل الناس والاعلام وقناة اون كمان لان هم كان ليهم دور كبير قوي في نجاح المهرجان من اول سنة. سيد انتشال، المهرجان حريص على تواجد السينما العربية، ايه ابرز الافلام السنة دي؟ في الحقيقة على مدى السنوات الخمسة الماضية استطاع المهرجان ان يقدم أفضل الأفلام العربية في برامج، سواء كان مسابقة أفلام الرواية الطويلة أو الوثائقية الطويلة أو القصيرة أو حتى خارج المسابقة. الكل يعرف أنه يعني أي مهرجان هناك أشياء أساسية فيه، من ضمن الأشياء الأساسية لمهرجان الجونة باعتباره موجود في مصر في بقعة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، هناك اهتمام كبير بالأفلام العربية، وهناك تنافس حقيقة ضخم جدا على الأفلام العربية. يعني إذا كانت المهرجانات الدولية بالمنطقة العربية سواء كانت القاهرة أو قرطاج أو مراكش تتاح لها عدد كبير من الأفلام الدولية ممكن تنتقي من عندها، إلا أنه الأفلام العربية تشبه البحيرة الصغيرة، وبالتالي عدد الأفلام الجيدة اللي ممكن أن تكون تستحق تلعب مهرجان دولية قليلة، وللمرة الخامسة ليكون عندنا الفرصة أن نستحوذ على الجزء الأكبر من الأفلام الممتازة، وخاصة هذا العام. يعني هذا العام كان عندنا خمسة أفلام رواية طويلة وثلاثة وثائقية وسبعة قصيرة إضافة لفيلم خارج المسابقة. هذه السنة أيضا إحنا حققنا أيضا ريكورد بخصوص عدد الأفلام المصرية المتاحة أن للمهرجان، هناك سبعة أفلام مصرية في الوقت اللي كثير من المهرجانات تعاني من تواجد الفيلم المصري. كل هذا يخلينا نعتقد أن إحنا ماشيين بالطريق الصحيح، وبالتالي هذا كله زاد أن المستقبل راح نقدر نعتمد عليه ويكون المهرجان هو موطن للسينما العربية. شكرا يا فندم. هسأل سؤال مهم بس خاص بالموضوع الكورونا للبشمهندس سميح ساويرس. وزارة الصحة ساعدتكم ازاي في الجونة بالنسبة للإجراءات؟ يعني هو وزارة الصحة بصراحة كده من غيرها ما كانش هيبقى فيه مهرجان السنة اللي فاتت بالتأكيد،
والدعم اللي خدناه السنة اللي فاتت هو ونجاح المهرجان بسببهم هو اللي خلاهم أعتقد إن هم يبقوا مؤمنين إن اللي اتعمل دوت جاب نتيجة كويسة للبلد، وده السبب إن هم السنة دي قدمونا نفس الدعم وزيادة كمان. يعني السنة دي هم عاملين عيادات بتعمل كشف مجاني للسيدات عن أي أمراض ممكن تكون مستخبية من الأمراض إياها دي، جرعات التطعيم كلها اللي بعتوها لنا دي النهاردة عشان نضمن إن محدش حتى من الخواجات يجي يقول أيوة أنا عيت هناك وكده، والبي سي آر المعامل موجودة يعني بكميات هائلة، وعربية الإسعاف والدكاترة والعيادات وكده. صراحة من غير الدعم دوت في الظروف بتاعت كورونا دي كان ممكن جدا النجاح بتاعنا يتقلب ل يعني لمشكلة كبيرة، ويطلع بقى إشاعات إن دول بوظوا الدنيا والكورونا انتشرت ومش عارف إيه، زي ما كان في السنة اللي فاتت شوية كلام كده. إنما دعم وزارة الصحة خلى إن محدش يقدر يزايد من هذه الوكالة. هو ما بيبقى فيه دعم من أي جهة حكومية، أي حد في مصر بيشتغل بيتحسن شغله وبيبقى أنجح بكتير يعني. فياريت يبقى دي رسالة من وزارة الصحة لكل الوزارات يعني. طيب يا فندم، دلوقتي هسأل الفنانة بشرة، ايه الجديد في سينا جونة يا بشرة؟ ولو تقدري تفهمي الناس يعني ايه سينا جونة اللي ما يعرفش ده ايه؟ مساء الخير عليكم جميعا، وشكرا للسادة الصحفيين والإعلاميين اللي موجودين، والسادة الحضور وأعضاء لجنة التحكيم اللي موجودين، وكل السادة السبونسرز اللي معانا النهاردة. طبعا رشا الموضوع 5 سنين الحكي فيها يبقى صعب، لكن اقدر اقول انه منذ ان بدانا مهرجان الجونه في الدوره الاولى اصر الاستاذ نشال التميمي على تدشين الحجر الاساس بتاع سيني جونه بلاتفورم او منصه الجونه السينمائيه المعنيه بصناعه السينما، ومش بس صناعه السينما، ايضا فيها انشطه تانية مختلفه مكمله لصناعه السينما، وزي السي اس ار او المسؤوليه المجتمعيه للشركات، وزي ايضا كل انواع التكامل والتواصل مع المجتمع المصري وكل الهيئات الدوليه والعالميه العامله في قضايا الانسان. فأعتقد أنه منصة مش فقط بس هي منقسمة إلى قسمين، قسم سبرينج بورد أو منطلق الجونة السينمائي الخاص بمشاريع السادة صناع السينما اللي بيدوروا على منتجين اللي بيشتركوا في المسابقات التقييمية عشان أعمالهم تكسب ويقدروا يجدوا من يمول هذه المشاريع. والجانب الآخر اللي هو السيني جونة بريدج أو جسر الجونة السينمائي، وهذا الجسر زي ما أنا شرحت في البداية أنه هو بيتواصل وبيتكامل مع مؤسسات مختلفة وعديدة من خلال ندوات والحلقات النقاشية، ومن خلال كمان مثلا ورش العمل اللي بتحصل، استقطاب الكفاءات العالمية في كل المجالات الخاصة بالصناعة سواء تقنية أو فنية، برضو بيحضروا وبيدوا محاضرات مهمة جدا في منطلق الجونة وجسر الجونة السينمائي. فأعتقد هو مهم جدا، والأهم كمان هو امتدادنا على مدار العام، مش فقط في فترة مهرجان الجونة 9 أو 10 أيام، هو هيكون في نشاط سنوي ويعني مستمر طوال العام، علشان ده جزء من الإسهام مع ويست تحديدا. ايوه استاذ كامل قاعد معانا، هيبقى عشان يبقى دايما الاضافه مش اضافه مرتبطه بتسعه ايام فقط، لا، يبقى في اسهام حقيقي في الثقافه واسهام حقيقي في التطوير على مدار العام كله. فاعتقد يعني كل الندوات، كل حلقات نقاشيه، مقابله النجوم اللي بيجوا مهرجان الجونه بيبقى من خلال هذه المنصه الجاده اللي فيها ندوات مهمة جدا، وبالفعل سبق وأعلننا حتى على السوشيال ميديا عندنا على ندوات هذا العام يعني. شكرا جزيلا. أمير رمسيس، إيه المفاجآت في الأفلام السنة دي؟ الحقيقة المفاجآت كتير جدا في الأفلام، المفاجآت لا تتوقف. احنا أعلننا عن اللاين أب بتاعنا، أعتقد أنه بيضم عدد من أهم أفلام العام عام 2021، عدد من أكبر الأفلام على مستوى الأفلام الفائزة على جوائز سواء في مهرجان كان، فينيس، برلين. بالمناسبة المفاجآت لم تتوقف لحد الأسبوع ده، لأن احنا حتى بعد المؤتمر الصحفي أول امبارح بس قدرنا نأكد فيلم جديد مهم جدا، فيلم بال لمخرج الأنيمي الشهير مامودو هوسودو، اللي نال عنه كارير أتشيفمنت أورد في مهرجان لوكارنو، واحد من أميز أفلام الأنيمي في السنة.
انضمنا جديد في اللاين اب لدرجه انه ما كانش موجود في البرزنتيشن. بس يعني زي ما بقول لما بنلاقي فيلم حلو بنقدر نحايب عليه بنحايب عليه لاخر لحظه. فالفيلم ده هيعرض في المهرجان لاول مره في الشرق الاوسط برضو اخر اضافاتنا مع طبعا الافلام اللي اعلنا عنها سابقا اكبر افلام السينما الفرنسيه اربعه من اهم المخرجين الفرنسيين فرانسوا اوزون جاك اوديار ستيفان بريزي زافيير بوفوار مع الفيلم الفايز باسد فينيسيا هابينج. الحقيقه اللاين اب السنه دي بدعي ان هو هيبقى بيلاقي نفس الاهتمام من الجمهور زي السنين اللي فاتت. امل اهلا. امل المصري، ايه احدث المبادرات اللي المهرجان عمله في دورته الخامسه؟ الدوره دي طيب انا عاوز اتكلم على واحده من المبادرات هحكي لكم عليها بسيط. بس قبل ما اقول لكم كده هي 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 تكمله لشعار ابتدى من اول سنه المهندس نجيب. من اول سنه هو اللي كان مهتم جدا ان شعار المهرجان يبقى سينما من اجل الانسانيه. واي ثينك الموضوع ده اثبت انه الكومبينيشن بتاع السينما والثقافه والانسانيه والدمج ما بين الحاجات دي من الحاجات اللي كان يعني بارزه قوي ولايقه قوي على الجونة فيلم فيستيفال وعلى الجونة كمدينه. فبنفس الروح احنا السنه دي عندنا مبادره احب ان انتوا تتفرجوا عليها في خلال الاسبوع ده اسمها It's Not the End، مش النهاية. ودي مبادرة جميلة احنا عاملينها مع وزارة الثقافة وشركة للسستينيبيليتي او يعني استدامة بالضبط. ومعانا 10 ديزاينرز رائعين في مصر كلهم تطوعوا ان احنا ناخد حاجات قيمة من استوديوهات مصر من أفلام كلنا بنحبها وكل حد فيهم شغال فيها ان احنا نعملها upcycling ونعد لها روح بشكل جديد. وان شاء الله في خلال اسبوع هنعرض الحاجات دي وهنعمل عليهم مزاد. يعني طبعا this is one of my favorite things السنة دي. بس غير ان احنا هنعمل مزاد انا بس يعني شايفة انه دي الحاجات اللي بتخلي سينما من أجل الإنسانية مش شعار. يعني احنا كل سنة معانا شركة من سويس فاونديشن ويو ان ايجنسيز كل سنة بنجتهد ان احنا نسلط الضوء على مواضيع انسانية. فعلى يعني كل ما ده بنقدر نوديه في فعل اكتر من كلام انا بشوف ان ده بيبقى نتيجته رائعة. صح مظبوط. بس مهندس نجيب حضرتك الاب الروحي للمهرجان ده وانا عارفة ان انت بتحب قوي قوي المهرجان اول سنة، لكن شايف السنين الجاية شكلها ايه؟ شايف السنين الجاية تبقى اسهل. يعني هو النهاردة يعني انا بقابل الناس برا في السينما وما بروح كان وكده ما فيش حد ما سمعش عن مهرجان الجونة. وبرضو عايز اقول برضو الحقيقة يعني الفضل ده يرجع للانتشال. الانتشال عنده كريديبيليتي في المجتمع السينمائي الدولي غير عادية يعني واخد بالك. وبعدين لما هم كانوا يتصوروا ان احنا هنا في مصر مش هنبقى منظمين والدنيا مش تمام، لكن لما بيجوا يلاقوا حاجه منظمه على مستوى ده كده تمام. بس طبعا بس نخلص طبعا من التسطيح لان في ناس كثيره بتقول لك ده مهرجان الفساتين الحلوه مش عارف. طبعا دولت كل الناس اللي ما بيجوش اللي هو قاعد يتفرج على التلفزيون شاف المدخل شاف كده وحكم على حاجات اللي هي مش أهمية المهرجان ده. أهمية المهرجان ده مش الناس مش واخدة بالها منه. صعب جدا إن أنت تتحصلي على أحسن أفلام اتعملت في السنة. صعب جدا إنك أنت تقنعي الناس دي إن هم يجيبوا ويحطوا الفيلم بتاعهم اللي لسه الناس كلها في العالم كله ما شافوهوش ويجوا يشوفوه في مصر. مش حاجة سهلة يعني. ولو المكان ده مالوش كريديبيليتي ولو المهرجان ده مالوش كريديبيليتي ما يجوش. واخدة بالك إزاي؟ ولولا حكايه الكورونا ودي وكده كنا لقينا احنا شفنا في بدايه المهرجانات كل النجوم العالميين اللي جم في الاول مش هقدر اقول بقى لكن لان انا حتى نسيت الاسامي كلها لكن احنا كلنا شفناهم. لو كان مش في حكايه الكورونا دي وكده كانت المساله بقت اسهل بكتير جدا. فشايف ان بعد كده السنين الجايه دي هتبقى اسهل لان احنا ثبتنا نفسنا وعلى الطريق. المهم ان بس يبقى كل سنه نقدر نجدد ونضيف للمهرجان عشان الناس تحس ان في يعني اضافه يعني مستمره. يسرى ايه رايك في التنوع الافلام اللي هتتعرض؟
والله مهم جدا انك انت تجيبي اهم افلام في العالم بتتعرض لما تلاقيها هنا بتتعرض عندك في مصر في الجونة او في اي مهرجان مصري, ده شيء مشرف جدا. اهم حاجة تعرفي تجيبيها ايه دي. حضرتك الاستاذ اللي يعرف يجيب الافلام دي كلها سنتشال, ايه الجوائز الجديدة فندم؟ سيب الناس بقى تسأل شوية. انا نفسي برضو ابطل الاسئلة اللي عندنا. انا عايزه بس اسال عن الجائزه الجديده, هسال ان شاء الله عن الجائزه الجديده وبعدين نفتح الكيو ان اي للناس عشان احنا اسئلتنا فعلا كتيره جدا, فعايزين نعرف بس تنويه عن الجائزه الجديده. الحقيقه العام الماضي كان هناك رغبه عند المهندس سميح سويس ان يكون هناك اهتمام بموضوع البيئه, وكنا نتبادل بعض الافكار, ووعدت أنه إحنا نرجع للفريق الفني لكي نصيغ مبادرة في هذا الاتجاه, وأعلننا عنها في الحقيقة في ندوة العام الماضي بحضوره وبحضور الأستاذ عمر حماسي, وقررنا أنه هاي السنة نبدأ بمسابقة لأفلام البيئة, مسابقة النجمة الخضراء, وأعتقد أنه استطعنا أن نستقطب 4 أفلام مهمة, وكان هناك أيضا لجنة تحكيم بارزة من ضمنها يعني أروى وستنطلق هذه المسابقة لكي تضيف إلى المسابقات الأخرى, ونتمنى أن تكون تستقطب باهتمام الجمهور. قضية هامة جدا. أنا عايزة قبل ما نفتح موضوع الـ Q&A والأسئلة أن احنا نشوف التريلر of trailers. هل احنا جاهزين نعرضه ولا تحبوا تعرضوه بعد الأسئلة؟ نعرضه بعد الأسئلة؟ بعد الأسئلة. هنبتدي بالأسئلة على طول, اللي يحب يسأل سؤال. هل في مايكات هتمشي من الناس؟ مساء الخير ومبروك على الدورة 5, وكلنا كنا مستائين بصراحة. أولاً أنا عايز أتبنى من البوابة نيوز, كلنا كنا مستائين النهاردة من الحريق اللي حصل, ونتمنى الدورة تكمل على خير. أنا حابب بس أسأل مستر نجيب, هل حضرتك شايف أن الحريق اللي حصل النهاردة ده ممكن يكون طفى شيء من الحريق اللي كان أشيع قبل بداية المهرجان أن في شوية مشاكل جوه المهرجان نفسه؟ فحابب أسمع من حضرتك رد. عارف احنا المصريين دايما عندنا أمثلة بتحل أي حاجة. في مثل يقول لك ايه, خدت الشر وراحت, فده الحريقه. وفي مثل تاني يقول لك ايه, كل اللي في الريش بقى شيش. احنا اللي يهمنا في كل اللي حصل ده, هل في حد توفى ولا اصيب اصابه بالغه ولا اي حاجه؟ ما حصلش. بكره بالليل لما الناس هتخش مش هتعرف ان كان في حريقه يعني. فبالنسبه لنا على راي يعني برضه مثل تاني يقول لك يا جبل ما يهزك ريح. الواحد لازم يقبل من ربنا كل حاجة, الحلو والمر يعني. أما مشاكل قبل المهرجان والكلام ده يعني ما أعتقدش إن كان فيه أي مشاكل, هو كان انتشال عمل تصريح كده يمكن مش موفق. أكيد مش موفق. وجاب سيرة الفنانة يسرى, طبعا هو يمكن عشان مش مصري مش عارف يعني يسرى دي خيمة كبيرة جدا ومحدش يجيب اسمها كده بلا داعي, بس هو كان يعني مقصده كان, أنا مش بتكلم بالنيابة عنه يعني, هو يقدر يتكلم, بس هو كان عايز يقول يعني إن احنا بيبقى عندنا حرك في المهرجان, ما بيبقى حد مشارك معنا ندي جواز لأي حد مشارك, فكان ممكن يقول الكلام ده من غير ما يقول يجيب سيرة يسرى. وبعدين هو كمان بقى ما يعرفش معزة يسرى عندنا كلنا وقيمتها وكده, ف هي هو نفسه ممكن يقول حاجة على الموضوع ده. في الحقيقة أنا أكثر واحد يعرف يسرى وأعرف صديقتي من زمان طويل, يعني يمكن أول من أوائل الممثلات اللي تربطنا بها علاقة, وخلال هالسنوات أتناقش بها معها بالفن التشكيلي والفن وبأشياء أخرى, يعني تربطنا كثير أشياء. أنا أعتذر اعتذار شديد على أي إزعاج سببت لها. أكيد أنا مش قصدي أن أزعجها, أنا القصد الأساسي اللي أقوله أنه هي, وقلت هذا في التصريح مو بعد التصريح, قلت أنه هي مو فقط من أهم الفنانات وما مؤثرة على أكثر من جيل. الشخص اللي يتحدث عن بهالكلام عن فنانة أكيد ما يقصد يأذيها. في كل الأحوال تبقى أنه هذا أعتبر خطأ, وأنا أعتذر عنده بشكل كامل, وأني أبوسها
شكرا. هو عمل كل الحكاية دي عشان ياخد الحضن ده. شكرا. انا ليه حضن برضو ولا ايه؟ لا ده لازم ده اكيد. بس بالماسكات عشان بس بالماسكات احنا بالطعمين. في اي اسئلة تانية؟ رشا بعد اذنك بس عايزة اقول حاجة بس سريعا عن ان المهرجان ده مش في شخوص فردية قاعدة على الكراسي هنا. المهرجان ده فريق كبير جدا جدا من شباب مصر المشرف. التيم اللي مش متشاف هي دي الناس اللي بتتعب وبتشتغل يعني على مدار ال 24 ساعة. وده كان فخر الباشمهندس نجيب منذ الدورة الأولى، الإيمان بالسواعد المصرية وشباب مصر القادر على صنع القرار والقادر على أنه يقيم هذا المهرجان زي ما بيقول الأستاذ انتشال. فأنا بس عايز أشكر الناس اللي دايماً ما بيتشافوش في على الكاميرا وبيبقوا دايماً هم الجنود المجهولة ورا. بشكركم جميعاً تيم مهرجان الجونة السينمائي، كل اللي بيتعب وكل اللي تعبان، وطبعاً كل الناس اللي أمنت بمهرجان الجونة من الدورة الأولى، لأنه اللي آمن بينا قبل ما يبقى فيه أي توقعات له جزيل الشكر، واللي كمل معنا المسيرة ومسيرة النجاح برضو أنا حابة أشكرهم. وبرضو عايزة أقول إن في ندوات السنة دي مهمة جدا في منصة الجونة السينمائية. في ندوة مهمة جدا عن depicting ancient Egypt in film، اللي هو كيف تمثل مصر القديمة اللي احنا بنقول عليها الفراعنة في الأفلام العالمية أو المصرية أو أي عمل فني. في ندوة مهمة جدا عن الصحة النفسية للممثلين بالتعاون مع ماد فاست، وشباب ونجوم هيحكوا تجاربهم من خلال هذه الندوة. في كمان تعاون مهم جدا مع السفارة الأمريكية ممتدة على مدار 5 سنوات تواصل، وهيكون السنة دي بشكل مختلف عن طريق ندوة عن الكوستيوم ديزايننج أو تصميم الأزياء مع مصممة أمريكية شهيرة، والتعاون مع مصممة أيضا مصرية نفخر بيها برضو ريم العدل. فده برضو من الندوات. في كمان ندوة مهمة عن تأثير السينما في المجتمع، عن تأثير الأفلام السينمائية في المجتمع. وطبعا النجمة الكبيرة يسرى لها أفلام كتيرة جدا غيرت من مفاهيم المجتمع وغيرت من المفهوم العام لبعض الأشياء الخاطئة أو المعتقدات الخاطئة والقوانين. أيضا ربما بعض الأفلام دفعت بتعديل بعض القوانين في مصر. فطبعا نجمتنا كلهم سواء النجمة يسرى أو جميع نجمات طبعا الفن المصري المشرفات ساهموا في ده، والنجوم ايضا. فانا سعيده ان احنا عندنا بعض الندوات، قلت جزء من البرنامج طبعا. واهم شيء محاضره دارين أرنوفسكي. ودارين أرنوفسكي طبعا المخرج الشهير عنده محاضره كبيره مهمه هتكون، هو يعني ضيف شرف لينا السنه دي. وطبعا المعرض اللي هيقام لكيشلوفسكي، احنا عندنا افلام مرممه لهذا كريستوف كيشلوفسكي، افلام مرممه. وكمان المعرض اللي هيقام يعني واللي عامله طبعا استاذنا الكبير انسي ابو سيف اللي كرم العام الماضي في مهرجان الجونه. شكرا جزيلا. وصلنا دلوقتي صور من منطقة البلازا نحب نعرضها عليكم. واو ابتدوا يشتغلوا فعلا. ده لايف، ده لايف، ده شغال دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله. دلوقتي هنختم بدل ما فيش أسئلة تانية. لا ده مليان هناك. لا طب اتفضل. محمد عبد المنعم من موقع صدى البلد. دائما بيقال ان مهرجان الجونه دايما محاط بالشائعات، وبيقال دايما انهم بيدفعوا للنجوم عشان خاطر يتواجدوا على الريد كاربت. فايه أيوة رد حضرتك على انا ده؟ عايز اقول لك بقى ان السنه دي ما دفعناش ولا مليم لان لا ولا سنه ولا اي سنه انا ما قدرتش انا ما شفتش لا 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 حاجه لا لا يعني الممثلين الكبار الاجانب جرى العرف ان لما يكون مهرجان لسه مبتدي ان هم بيعملوا نوع من الجذب وبيخلوا الناس تيجي.
احنا في السنة الخامسة اعتقد اننا بينا جذابين كفاية من غير ما نجيب ناس من اللي هم ما بيجوش غير عشان الفلوس، وكل سنة بيجينا ناس كتيرة مهمة، بس بيحصل نوع من التمويه بوجود نجم من بره جاي مخصوص بطيارة مش عارف ايه بتاع زي كل سنة. احنا قررنا السنة دي ان احنا نضجنا كفاية، وزي ما مهرجان كان وفينيس ما بيدفعوش فلوس لحد عشان يروح، فاحنا اعتبرنا اننا وصلنا لمرحلة اننا ممكن نعيش من غير ما ندفع فلوس لممثل مشهور او مخرج مشهور عشان يجي، وده هيبقى عرف هيستمر ان شاء الله لحد ما نوصل بمجرد اننا مهرجان جذاب ان حتى الناس دي تبقى هي اللي بتقول انا عايز اجي. فده السبب ان انت مثلا مش هتلاقي دوني بقى اسم انا ملياش في سيلفستر ستالون او مثلا سيلفستر ستالون ونبدي ناخد فلوس من سيلفستر ما خدش فلوس من لما جه، لا خالص. وأون ويلسون ما خدش فلوس، كنا عملنا له رحله لمصر وكان برضه ما خدش فلوس، كذا حد ما خدش فلوس ولا باتريك ديمسي. يعني هو بجاوب على السؤال، احنا يعني العرف دلوقتي او المبدا اللي موجود في المهرجان اننا مش هندفع لأي نجم عشان يحضر، إذا كان المهرجان مش جذاب كفاية هنستنى لحد ما يبقى جذاب كفاية. في أسئلة تانية؟ مساء الخير، أنا مجدة موريس. أنا الحقيقة كنت عايزة أستغل كرامكم وهذا الشغل الكبير بالنسبة للسينما، وأسألكم ليه مهرجان الجونة ما يكونش له امتداد في القاهرة كورنر كده، بحيث ان تعرض بعض الافلام المهمة قوي واللي ما حدش هيشوفها لجمهور محب للسينما في القاهرة وما يقدرش يجي الجونة. لا، في مهرجان القاهرة وده مهرجان اصبح ناجح دلوقتي، انا عارفة، مش محتاج لنا يعني. مش جمهور مهرجان القاهرة، جمهور عايز يشوف افلام ممكن ما يعرضهاش كمان مهرجان القاهرة، يعني متهيألي ان دي فكرة مهمة. في عندي سؤال تاني، ليه ما تفكروش انكم تعملوا مهرجان لسينما الأطفال؟ ما فيش ولا مهرجان في مصر لسينما الأطفال. شكرا. انتشال، كنت عايز حضرتك ترد على في الحقيقة أنا يعني جوابي ما يتغير عن جواب الأستاذ سميح، أنه إحنا عادة طالما هناك موجود مهرجان القاهرة فنحاول قدر الإمكان أنه ما نعمل أي فعاليات هناك إلا عندما نلقى صيغ مناسبة لها. وحتى إذا تذكرون أنه إحنا هاي السنة المفروض كان نعمل مؤتمرين صحفيين، لأنه المؤتمر الصحفي الأول كان بوقت موعد مهرجان الإسكندرية، قررنا أن ما نعمل المؤتمر حتى ما نضايق أي جهة أخرى. لكن في مبادرة إحنا نعلنها هذه السنة لعرض مجموعة من الأفلام مختارة ربما قليلة جدا في أوست في القاهرة، وعاملين برنامج وراح يكون هناك إعلان وبيان صحفي راح يصدر في هذه الدورة. شكرا. سؤال تاني؟ شكرا. تفضل يا فن، أجيب لك المايك؟ طبعا. مية المية سؤال حلو ده. لا تعليق. أنا عاوز أقول للجمهور بس حاجة، طبعا أنا سينمائية 100%. علاقتي بمهرجان الجونة كان من أول علاقتي بيه آل ساويرس كلهم كأخوات وكأب وأم، وأنا عاوز أقول إن العيلة دي أنا عرفتهم وهم مش أغنية. ما كانوش عندهم الثروة الكبيرة اللي الناس كلها فاكرة إنه عيلة ساويرس ابتدت هم ابتدوا من الصفر، وأنا عشرتهم، والنهاردة بشوفهم زي ما كانوا أول يوم قبل ما يتغنوا، بكل حبهم للناس، بفرحتهم، ببهجتهم في الحياة، بيستمتعوا بالحياة. مهرجان الجونة كان جزء من استمتاع حياتهم هم نفسهم، انهم عاوزين ناس تفرح وعاوزين ناس تشوف سينما وعاوزين ان مصر تبقى، وبعدين حبهم لبلدهم. انا لازم اعترف انهم بيحبوا مصر من اكتر الناس اللي حبوا مصر واكتر الناس اللي ادوا مصر، فمهرجان الجونة هو جزء من حبهم لمصر ومن حبهم لبلدهم وانتمائهم. هم بيقولوا انهم سافروا برا وعاشوا برا، عمرهم ما نسيوا انهم من الوطن ده ومن الارض دي،
فأنا بشكرهم وبقول لكم أنه أنا سعيدة بيكم لأني أنا صاحبتكم وسعيدة بيكم وهم كرموني مش في مهرجان القاهرة وما عملوا لي شارع باسمي في الجونة فبقول لهم مرسي مرسي جدا يا إناس أيوة مساء الخير انتصار دردير كاتبة صحفية بهنيكم طبعا أنا من حسن حظي أن أنا حضرت المهرجان من دورته الأولى وكنت دايما بلاحظ أن في تطور كبير جدا سواء في الأفلام أو الفعاليات المختلفة إن شاء الله تبقى دورة مختلفة إن شاء الله في الدورة الخامسة بس بحب أسأل كنا مفروض نعرف في المؤتمر ده الضيف الأجنبي اللي هيتم تكريمه نعرف فيلم الافتتاح اللي ألغية بشكل استثنائي ولا بشكل دائم تالي في أخبار كتيرة عندكم قلتوهاش شكرا هل ده هيحصل في التريلر أو تريلرز الأفلام؟ الحقيقة بالنسبة للفيلم الافتتاح أعتقد أن أولا هو طقس تم تقييره السنة دي وأظن أنه هيكون مستمر معنا يعني احنا بنحس فعلا أن عايزين ندي للأفلام أفضل ظروف عرض ممكنة اللي هي عادة بسبب حرص الناس على الاحتفال على الفعاليات الاحتفالية بتبقى ظالمة لبعض الأفلام فأعتقد كان في قرار جماعي أن الأنسب أن يتم افتتاح الريد كاربت أو جالا سكرينينجز في اليوم التالي احتراما لصناع هذه الأفلام واحتراما لرغبة الجمهور حتى لا نطيل عليهم في القعدة مع الاحتفال بالافتتاح وإلى آخره فهو احترام لجميع الأطراف هتذيعوا الفيلم الافتتاح في وقت بعد كده؟ يعني هو لا يسمى فيلم افتتاح بس احنا سميناها افتتاح السجادة الحمراء أو افتتاح الفعاليات الريد كاربت خاصة بالمهرجان في اليوم التالي في يوم 15 أوكي شكرا جزيلا في نهاية المؤتمر الصحفي لإطلاق الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي نود أن ننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لشركائنا في النجاح اللي من غيرهم ما كانش المهرجان هيبقى في المكانة المحترمة جدا اللي هو فيها النهاردة يسعد مهرجان الجونة للإعلان عن شركاء ورعاة دورته الخامسة يقام المهرجان برعاية أوراسكوم للتنمية ووجهتها أوست ومكادي هايتس والجونة وأحدث مشاريعها Ancient Hills ويتضمن شركاء المهرجان الشريك الإعلامي الرئيسي قناة On TV وشريك الاتصالات Orange والشريك الإعلامي Euronews إضافة إلى الشريك والناقل الرسمي أبو غالي موتورز Sixt بالشراكة مع Ticket Egypt وUniversal Arabic Music أما رعاة المهرجان هم بيبسي المشروب الرسمي للمهرجان بالشراكة مع كواي ومرسيدس بنز السيارة الرسمية للمهرجان ومصر للطيران الناقل الرسمي كما يتضمن الرعاة محمد الصغير الراعي الرسمي للتجميل وبرعاية سامسونج وبنك مصر الشريك الرسمي وبدعم من تيوكسان والشريك الحصري لأزياء الرجال كونكريت بدعم من فاين ومنلي وياك بالتعاون مع جيميناي أفريكا ووندرمن تومسون وطلبات ينظم المهرجان تحت رعاية وزارة الصحة زي ما قلنا في أول مهرجان والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما بنتشكر لكم جدا 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 وبنتطلع لمهرجانات أحلى وأحلى وأحلى كل سنة وهنختم القعدة الحلوة بتاعتنا دي بالتريلر of trailers اللي بيعرفنا على الأفلام المشاركة في مهرجان النهاردة وشكرا جزيلا لجميع الحضور وشكرا للبانل المحترم جدا شكرا جزيلا اضحك عشان الصورة تطلع حلوة لازم نشوف حل للمشكلة دي وين عايز؟ مين فيني مش هبقى اخسر كوب بالك؟ عايز فلوس مينا C'est la police qui m'a appelé pour le test ADN. Ana kunt ana ma fi flous wala fi Fransa wala fi sar. Imet bou vrenyo. Asna Fransa ykrahou l'Arab. In the dead of winter's night. We can
can see the clouds are closing in. If we wait till morning light, we'll be warm again. We'll be warm again. أنا بدي لعبة. جاني العيد يما يا يما أني مالي حدا يعايدني. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. أنا عايز أحكي لكم حكاية حدوتة عن جعران وعن خنفسة اتقابلوا وحبوا بعض ساعة مساء ولا حد قال اختشوا عيب حرام ولا حد قال دي علاقة من دنسة عجبي ناس كتير قوي بتستنى الحدث ده لان بيعمل صناعة الفرح. It is so wonderful to be here. شكرا للسينما اللي بتوصل رسالتنا. That's the beauty of cinema. They can bring people together. مهرجان الجونة اصبح وجهة عالمية لمصر. يا عيني يا سيدي على الايام كله بيحلم حلم وفيلم وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوصة وسقفة هي مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانة وسمعاكي بأي مهرجان طموح أنه يتصاعد وإحنا منذ الدورة الأولى بنقدم دورة أفضل من دورة أخرى. The reason why you make films to communicate with people. هو ده المهرجان. أنا شايف فرحة في كل الوجوه. شايف ناس عارفة يعني إيه السينما. أنا مستكفي باللي أنا شفته في أول إديشن والصراحة شيء جميل. المشروع ابتدى بفكرة وحلم وبقي واقع وبقي ليه استمرارية. احنا بنينا فاندمنتلز بقت ثابتة قدرت تقوم المهرجان ده في الظروف دي. عيون العالم كلها بصلنا طب هتقدروا تعملوها ولا لا. أهم حاجة إن احنا نقدر نوري مهرجان زي مهرجان الجونة السينمائي كدعم للصناعة زينا زي أي حد في العالم نقدر نحقق إن احنا نعمل مهرجان زي ده. شاهدنا أفلام حضرنا ندوات لفنانين وخبراء من خلال منصة ومنطلق الجونة السينمائي سالي جونة. دعم الشباب بيجي بشكل كبير جدا من خلال منصة الجونة السينمائية اللي بتساعد صناع السينما يكملوا أفلامهم. أول يوم سالي جونة You come to festivals like this where people are sharing their stories and you realize that we have a lot more in common than we're often led to believe. Celebration of cinema for humanity. إلى دورة خامسة قوية ثابتة